مؤتمر جامع للمعارضة السورية المعتدلة في الرياض الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيفاوض النظام في كانون الثاني يناير المقبل. وفق تصريح أدلى به الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للصحفيين، ووفق التسريبات فإن الرياض تجري حاليا اتصالات مع عدد من المعارضين السوريين سواء السياسيين أو العسكريين من داخل الائتلاف الوطني وخارجه لتشكيل وفد يفاوض النظام من أجل تشكيل حكومة انتقالية تتولى التحضير للانتخابات السورية وفق ما نصت عليه نتائج جولة مؤتمر فيينا الأخيرة. وتتجه المعارضة السورية إلى الرياض وهي تعلم أن من مصلحتها أن توحد صفوفها، خاصة وأنها باتت تعي جيدا محاولات شق الصفوف من قبل حلفاء النظام. عضو الائتلاف أحمد رمضان قال في تصريحات صحفية إن فلاديمير بوتين يسعى من خلال مؤتمر فيينا لإقرار دستور سوري جديد من شأنه تحديد الرئيس السوري المقبل والمعارضة أيضا وفق مقاسات موسكو. رمضان أضاف أن هناك محاولات من الجانب الروسي لاختراق المعارضة من أجل فرض قرارات جديدة بعيدة عن اتفاق فيينا، حتى يتم تصوير الأمر في موسكو بأن هناك تشتتا وانقساما داخل المعارضة السورية. المهمة إذن على عاتق السعودية لتحصين وفد المعارضة الذي سيكلف بمفاوضة وفد النظام. الرياض التي لطالما كانت الداعم الأول للمعارضة السورية أعلنت مؤخرا على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أنها ستدعم عملية سياسية تفضي إلى رحيل الأسد أو ستواصل دعم المعارضة لإبعاده بالقوة. تصريح الجبير يؤكد أن الرياض ستختار أسماء سورية للتفاوض مع النظام دون أن تتخلى عن خطة عسكرية بديلة قد تكون ضرورية في حال لم تنفع السبل السياسية.